الوصفه بقى اللي بعد كده عباره عن ايه يا شباب؟ هعمل لولي بوب الفراخ. لولي بوب الفراخ ده هنعمله بالاجنحه بتاعه الفراخ بطريقه برده لطيفه جدا. هوريكم دلوقتي ازاي. بصوا انا معايا كيلو من اجنحه الفراخ، او انت يعني هاتي كيلو، او لو بتجيبي فراخ وبتقطعي الجناحات كده وشايلاهم على جنب ولا حاجه اعملي بيهم الوصفه دي، هتبقى لطيفه جدا. ومعايا ملح وفلفل، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، ومعايا كمان كوبايه من الدقيق، كوبايه من البقسماط، وكوبايه برده من الكورن فليكس. هنطحنه ونكسره يكون متكسر كده عشان بس يعمل كده قرمشه. ومعايا كمان اتنين بيضه ايوه ده خطي اللي انا كاتباه ده ومش عارفه اقرا خطي، يا كوكو الحقوني خلاص. اتنين بيضه واتنين معلقه كبيره لبن وزيت بقى علشان ايه؟ القلي او التحمير. نحط هنا الزيت، خليه هنا كده جنبي ويسخن شويه، وايه الم البتاع ده هنا. وادي التوابل. قبل ما ابتدي اوريكم انا عملت الفراخ ازاي، عايزه احضر البيض. ادي البيض هحط له ملح وفلفل عشان احنا هنحطها ايه؟ دقيق وبقسماط وبيض. فاحنا هنحط على البيضتين ملح، فلفل، معلقتين لبن، وهنقلبهم بالشوكه كده اهو. وهيبقى الخليط ده كده جاهز كامل متكامل. نقلبها كويس جدا. انا حطيت لبن علشان انا بخفف البيض باللبن، ممكن تخففيه برضو بالميه عشان مبقاش بس لزج كده. البوله بتمشي، البوله بتمشي. امسكها اهو. انا عايزه ايه كل اللزاجه بتاعه البياض دي نضربها. بس الدقيق، البقسماط، كورن فليكس، ملح وفلفل، ملح، فلفل، بصل باودر وتوم باودر، وبابريكا. ده كده ايه الخليط التاني. تمام كده اهو. ونعمل ايه بقى؟ بصوا على القرمه دي، هجيب جناح الدجاجه، لا مؤاخذه يا كوكو، جناح الدجاجه وليكن اهو. بصوا هعمل ايه، انا عايزه الكاميرا هنا معايا لو سمحتوا على القرمه. الحته دي هشيلها كده اهو، خلاص شلتها. تمام هعمل ايه بقى، انا عندي لسه مفصل هنا تاني برضو. الكاميرا معايا صح؟ صح؟ تمام. بالسكينه هقطع الجزء ده كده اهو. عندي هنا عظمه، هعمل ايه؟ هزق بقى ايه كل اللحمه اللي حوالين العظمه دي كده كده اهو، علشان ابين العظمه بهذا الشكل الظريف كده اهو. وايه وازق كده ايه اللحم كده بالسكينه كده لتحت. ممكن نشيل الحته دي عشان حمرا قوي كده فيها دم شويه، نتخلص منها. وبقى بهذا الشكل الظريف اهو كده اهو. انزل، انا عماله مش عارفين يصوروها اهو اهو. بص اهو اهو كده تمام. اعمل واحده كمان، واحنا عندنا وقت قد ايه؟ قولوا لي بس كده، اصدموني فعلا. طيب هعمل واحده كمان، هقطع دي تمام، وهقطع دي. طبعا يكون عندك بقى سكينه حاميه. الحقيقه ان السكينه دي مش بتاعتي، السكينه دي بتاعت الشيف شريف عفيفي. وانا خدتها كده بلطجه عشان مش لاقيه سكينه، كل السكاكين بتاعتي عايزه تتسن. معلش يا شريف زميلي برضو.
اهو كده، وايه وننزل باللحم كده نبين العظمه، تهمين قصدي كده اهو. وايه عايز اغير الجلوف زيت دي، وهنحطها في البيض باللبن مع الدقيق والبقسماط اللي احنا الخليط اللي احنا عملناه الظريف ده، وهنحمرها في الزيت وبس خلاص. هننزل بكام واحده كده نحمرهم قبل الفاصل، ارجوكوا اهو. اهي هعمل ايه في الاول في البيض الاول كده، وبعدين هنزل بيها على الدقيق بالبقسماط كده. بصوا كده اهو، وهقوم حطاها ايه في الزيت، الزيت بارد شويه عايزينه يسخن. ومعايا برضو هنا كده شويه حلوين علشان ايه الوقت، ونقعد نحمرهم على طول وعندنا فاصل صح كده. شفتوا انا اهو خلصت اهو، انا جيت طلعنا لولي بوب خلاص واتحمر اهو. تمام التمام، شيل ده كده، وده غمق مني شويه، انتوا طلعوا اللون الحلو ده، ده نسيته عقبال ما طلعت المكرونه اغمق شويه. بس حصل خير. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لكم حالا، عشان ايه الزيت بس والدخان بس. طلعناهم اهم، بصوا لولي بوب كده وشكله لطيف جدا وسهله خالص خالص، هتعجب الولاد قوي، تحفه. وبقيه الجناحات برده الحته الثانيه اللي احنا ما عملناهاش دي، ممكن بقى ايه في شوربه بتاع، هتبقى برده ظريفه جدا. ده هنقدمه برده في الاخر. وعايزه طيب اغرف بقى الفراخ علشان عمالين يقولوا لي الوقت. حاضر حاضر يا جماعه، والله الوقت كالسيف. ايوه كده اهو، هنحط البوب كورن اللطيف، الفراخ اللولي بوب اللطيفه دي كده، هتعجب الولاد قوي قوي متاكده، وسهله جدا ولذيذه جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كده اهو تمام.